انطلاقا من الرمزية التي يشكلها ابن بطوطة لمدينة طنجة وإيمانا بإشعاعه في مجال الرحلة والسفر، وبمناسبة الاحتفاء بذكرى خروجه في أول رحلة له من مسقط رأسه بطنجة والتي تصادف شهر يونيو من كل سنة، نظمت جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة الدورة الأولى من مهرجان الرحالة بشعار ابن بطوطة منارتنا. أيام الرحالة في دورتها الأولى تنظم من طرف جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة تحت شعار ابن بطوطة منارتنا. الأيام شملت مجموعة من الفقرات على مدى 4 أيام. اليوم نتواجد في اليوم الختامي للفعاليات. الآن ننظم نشاط بشراكة مع جمعية التواصل للصم ومقاطعة طنجة المدينة وبقية الشركاء. نتواجد الآن في غابة الرميلات، غابة برديكاريس، لننضم في نشاط تحت عنوان الطبيعة مسلك وسلوك. طبعا هو نشاط نسعى من خلاله إلى تحسيس الساكنة ديال المدينة وتحسيس الرأي العام بصفة عامة إلى أهمية الوعي بالدور الذي تلعبه أو تؤديه الغابة في التوازنات البيئية والتوازنات الصحية للإنسان بصفة عامة. فنحن من خلال هذا الشعار الطبيعة مسلك وسلوك نسعى إلى أن نغير سلوكنا ونحن نسلك في الغابات وفي وعلى جنبات الوديان ونصعد الجبال وما إلى ذلك. برنامج المهرجان تنوع بين زيارة لدار ابن بطوطة وموقع فضاء الذاكرة ابن بطوطة، ثم ندوة حول المشي والتوازنات الصحية للجسد، ثم محاضرة حول المواقع الأثرية بجهة طنجة طوان الحسيمة، فضلا عن خرجة مشي لفائدة الأطفال بمشاركة جمعية التواصل للصم والبكم. اليوم جمعية التواصل حاضرة مع الأطفال ديال الصم في النشاط ديال الخرجة الترفيهية في غابة برديكاريس، مع مشاركة ديالها في أيام الرحالة بشراكة مع جمعية الرحالة لهواة المشي. هي خرجة ترفيهية بيئية وكأنها حملة تحسيسية أن الأطفال الصمرة أطفال عاديين راه كيقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية وهي إعاقة كاينة وما فيها حتى شي مشكل أنهم يشاركوا في أنشطة في حال هيدا داخل مدينة طنجة أو خارجها. بشعارها ما فاز إلا المشاة، تعد جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة إطارا جمعويا يهدف من جهة إلى إشاعة الوعي من خلال التوازن البدني والنفسي للإنسان، ومن جهة ثانية تسعى إلى ربط ثقافة المشي بروح الاستكشاف وتقصي التنوع الذي يسم الأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال استصحاب أسئلة الفكر والثقافة والحضارة.